وفودن آه إنسك جرتي وزير وزير كحجين حل دبانا هولا لكن بدأي بعلشان تعلم ما يجعل جعل أنروي دك مدة بالوين قبل كشبلة يجيك ديري ديجانك يقبلين أو كتر سن دك مدة بالوين قبل كشبلة هوسة يواي با ملية ده كل بين ملشيات كبعلة جعل جعل يا آه ملشيات كاسين لنشاجي إن الدولة جهودات كافر قبل الصومالية فداسي إني كويلة أسكر ندعمهم هب دولة دنا أنشاجي عن استمركاسنا جل دجال لمن وشليدي أدوك الصوماليات وأنا نقدان لنيركو فكراس تقبل شو تاس آه جو إيه هن أوعين ملشيات كاسي مسؤولين تديجان كي يكبر ويني ديرتي أو كدرتي دولة جهودات كافر قبل الصومالية يا ويبا كمد هاي وزير كأمنية جودة دولة جهودات كافر قبل الصومالية وزير كأرمك جودة ريدهاليسيوك وزير كماليد وزير كهجنك كالوميسي غيرات كبدا وزير كهجنك غرصاركي عدالد ايو حل ابان يو قدوميها الدقمد واللوين والبعن ميلاسي ميليشيات كالهدلي ان كهرين تي وزير كأمنيك قدا إساق على السبوك وزير كهجنك كالوميسي ايو وزير كهجنك غرصاركي عدالد دروت غوراتك وانو يو اه لهدلايان ميليشيات كسي شعبكي فوفرق البدا سلام سوكور والإنديان مال الدين صار تبدلهم إنتي أقتدم هذا وسلام. مقعيق وعبد الله عبد الله محمود وزير كوعيق وزير عدالة الذي كرسور كدوب دولات كونفرق بالصومالية. ساك مرة هاي سامة مال مهنا وفدي كي مت كونفرق البلد وسوجر وزير وحلي وأنا كسبنا هذيك بدو الوين خاصوي مدة أنا دبتوين شغالين دكان كبع محله هنا. أنا بقول كجرنا شغل مال مت كي نمانت محمد بقول نيدوكان عيدما دكان كترسم. كواسو آخر شيء إني مرة ولا دورة لقبل لا سعادة إني دورة لا وركت حقوق دوض إيوه ورقب قوض إيوه دريس قوض إن شاء الله تعالى رجينا دولة دورة كفر بس ما لعينا أي خاطر مركا سعادة رديت وحرمنا تبوش سين دي سقر حبنا إنه وصلت وحن رجينا مر ما سوء أدنى إن أنا سقر حبنا إنه وصل ما تو وحن كعزينا كفر بقى دجان ك كنول أما كخيب هذا كردي بيشين ده فضلاً حارنا إن دتك ولا لا نسكسلوه أنا كرفويني سيدتك هرمك إيو النبض إيو دول النبض ده كان أول شقينا. ماني أنا دك مهم بدنا ماني أنا مصاب له الأول إيو دك مهم كتير سنين دفوس تسيب وشارش كده ورشي كبو. Somali dhan wala muntabi may keertay in walba yadan kasto ayo may fadaana marku la san habay tir sanatan dawlad iyo maamul yadan kan kew yadan kan tali hebel arun fadhi ma yadan ki oo galjaal ku iyo yadan ki shaqo la maadi wala ku gudil wala bismillaah wala taano kala dambeysa u taano tali u amar daata la fadhi wala geek asal salaadni asay kana wadon tan oo anka dambeyti wasiirka arrimaha gudaha dawladda hoose ee Aliisiyo ku dawlad goboleedka afur galbeed Soomaali Maxamed Abukar iyo Husuna hadal dheer meelaha ku jeedi oo ee in milishiyadku iyo milishiyadnimadu ku baahan aan gudubaan ciidan dawladeed waana ku fikiran mustaqbal shoo dambe أغير دي تدلني غير بدن عايزين كخياب وحياب وبدن وجيك وناقل عن أرقام ولا شيء شيء أنا يسين حتى نين أرقام لكن ما هو أجيب بارين أرقام سات هذا الجيك نين أرقام بارين أرقام سيدي سمو دكتين ما يلا هاي دولت ولا تكون فرقل بين ما يلا هاي يلا يا ما ملاصق من الدول لوين كون فرقل بين إذا كان لو ما جيك وما هاي مسروق أنا أي ملتري كدولة فدرالك سأني أي كون فرقل بين
ama se dadkan caawi ahaayo nabad ilaalinta iyo roog ciidanka afraad bas ee roog shabaab leh hadda intiibo mooto ka jartaan isla intaal dhan hadii laatiin ma ka jartaan marka way fadaan inay geeb kumida kumid naga tahay si siinna meel raay ee de nafsadii ninka bidwaad nololan ka helan waan gubanagsan tahay laakiin dowlad goolada koonfur galbeedna raal ma kanaga do korta ani wadanki gudaajay iska dhibaatay hayri meel raay sheegada inta badan la ku sheegay antaa dhidiyal li walaan ku yin inta walaa gaajiyo hadii la sanar walaa laay la fadaay beemo qof walaa laay fadaa ma leh laakiin may fadaan inii walaa wagaaji walaa hagaagan se walaa hagaagan inii si ciidamada dawladda kumid naga tan cadawga Soomaaliya tan la tiisina la tiin xaradan geesi walaa isin san fadaa si ma inii san dad jeelin iridum jeelin dhamaan tin kuriyaal ma ku tabtana kintay oo yoo inkii weena kanoori qaraabadin weena roon roogaaj may meelaas in qusaari cadawga sawada la tiin cadaw kale ma liidi ofka siinka sheekaa inisan cadaw kale la tibeen asii jeega cadawgiisan la tin kan siin diidi guriyaalkin nololin oga boqolkiiba 80 ma haytana beerali wala leh haytan shaqaysadaasin ee siin diidi qabila siin diidi ma ha siin diidan dibaato asin sheenana ma cadaw cadawgaas Soomaali la ta kaasbaas in laga jeesay la qaday si kastaba haato dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaali iyo ayba ku goona sidii dhalinyarada hubaysan mustaqbal shoo antoo si lahayn Abshir Maxamed Nuur KGS TV degmada Galweyn gobolka Shabeelaha Hoose.